تعال أخدك على جزء من الحاجات التي تشغل الرأي العام المصري، تشغل المجتمع المصري، وبالتالي وبطبيعة الحال هي على رأس أولويات فخامة رئيس الجمهورية، هي فكرة إنعاش الاقتصاد المصري وتعزيزه. طيب جزء كبير جدا من تعزيز الاقتصاد يأتي عن طريق تعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة الإفريقية. العالم كله يتحدث عن إنه إفريقيا دي هي مستقبل العالم اقتصاديا واستثماريا، صح؟ وإحنا جزء من هذه القارة، فيجب أن احنا يكون لنا دور كبير داخل هذه القارة، تبادلي ما بيننا وما بينهم، رايح وجاي زي ما بيتقال. طيب خلينا ناخد معانا على التليفون دكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة. أهلا 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 يا دكتور. هنعود الاتصال مرة تانية بدكتور يسري الشرقاوي. دكتور يسري الشرقاوي واحد من الناس اللي تقدر تقول عليه كده بالمصري العربي العامي الفصيح، من الناس اللي قطعت إفريقيا من الشمال للشرق، من الشمال للجنوب، من الشرق للغرب، يعني يقول لك إيه، مسح إفريقيا وطواها برا وأنهارا وبحرا وتقريبا في كل دولها. وبالتالي دكتور يسري من الناس، عشان كده احنا الحقيقة عايزين نتكلم معاه، من الناس اللي عارفة طبيعة الاستثمارات في إفريقيا، طبيعة هذه الشعوب الإفريقية واحتياجاتها، طبيعة شكل التبادل الاقتصادي والتجاري والاستثماري ما بين مصر وما بين بقية دول القارة. أهلا بك مرة تانية يا دكتور يسري. مساء الخير أستاذي العزيز، مساء الخير عليك. ده حضرتك اللي استاذنا يا دكتور، ازاي حضرتك؟ ربنا يكرمك صديقي العزيز. يا رب يخليك يا دكتور، ربنا يخليك يا رب. دكتور يسري، رئيس الجمهورية يوجه بتعزيز الاستثمارات المصرية في افريقيا وبالعكس، عايزين نفهم شكل هذا التعزيز ممكن يمشي ازاي بحيث انه الكل يخرج بمعادلة رابح رابح. استاذ يوسف، الرئيس عبد الفتاح السيسي بيطلق ويؤكد على فرصة لم تحدث في تاريخ العلاقات المصرية الأفريقية منذ أن تولى الرئاسة. أكثر من دعم الملف الأفريقي ووفر الإرادة السياسية لمجتمع المال والأعمال المصري للدخول العمق الأفريقي، ورسخ بيقين لدى الأفارقة أهمية التعاون المشترك ما بين مصر وأفريقيا. اليوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد في محطة مهمة جدا على دعم الاستثمار الزراعي في القارة ودعم التعاون الاقتصادي والتجاري مع القارة. وده نقدر نعمله ازاي؟ نعمله عن طريق ان في اراضي زراعيه الان متاحه في زامبيا 100 سنه وتحت اتفاقيات سياديه ترعاها الدبلوماسيه الرئاسيه والدبلوماسيه الرسميه في مصر، وعندنا فرصه في الكونغو نقدر نشتغل كمستثمرين مع بعض السندين السياديه، مع مؤسسه التمويل زي بنك التنميه الافريقي وبنك الافريقي لتطوير الاستيراد، على زراعه الاقماح وزراعه الذره الصفراء وزراعه محاصيلنا، وفرة الأرض الزراعية موجودة. ده هيسمح لنا أيضا أن يكون وجودنا التجاري في أرض أفريقيا بشكل مميز. العلاقات اتحسنت وفي مستوى تحسن كبير جدا في التبادل التجاري، ارتفعنا 15.5%، بدأنا نصدر ب 5.5 مليار دولار للقارة. احنا على أول الطريق مع القارة، وفي مفيش دعم من الدولة أكثر من دعم السيد الرئيس. طبعا طبعا. فإحنا النهاردة كان عندنا الاجتماع السنوي لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، موجود 24 سفير افريقي و150 شركه مصريه. اتكلمنا النهارده في هذا الاجتماع على هذه الفرص. في الحقيقه في حاله زخم بيننا وبين الشرق الافريقي، دخلنا ب 15 شركه النهارده، بدانا نتحسن في مستوياتنا ل 100,000 دولار ولا بمليون دولار ولا ب 2 مليون دولار. الكيانات المتوسطه والصغيره هتحتاج مظله زي صندوق مصر السيادي، يعمل صندوق فرعي للزراعه في افريقيا ويبدا ياخد معاه اربع شركات مع مثلا خبره مشروع مستقبل مصر الزراعي. الكيان يدخل كيان كبير يقدر يشتغل في منظومة، هذه المنظومة يمكن أن تحقق لي أمان في بعض السلع الأساسية والغذائية، وهتكون البريدج الرئيسي للصفقات المتكافئة مع القارة الأفريقية. طيب هل الاستثمارات المستقبلية دي يا دكتور هتقتصر بس على القطاع الزراعي والتصنيع الزراعي، ولا هتتوسع لقطاعات أكثر؟ هتتوسع لقطاعات أكثر يا أستاذ يوسف. سعادتك تعالى نربط الخيوط ببعض. مش إحنا قلنا عندنا 152 فرصة صناعية نقدر نعمل بيهم احلال واردات من جميع انحاء العالم؟ الفرص دي في منها خامات موجوده في افريقيا، طب ما نديهم 20 30 فرصه نعمل لهم مصانع في افريقيا ونجيب منتج من افريقيا ونجيب منتج من عندنا، نعمل احنا ال 120. افريقيا ويمكن توجه السيد الرئيس بيحمل فلسفه مهمه جدا، احنا هنذهب لافريقيا نتاجر ونصنع معاهم ونعلمهم ونصنع عندهم ونتعلم ونفيد ونستفيد. الفكره ان في تعاون تجاري وتعاون اقتصادي وتعاون استثماري. امال احنا ماشيين في طريق القاهره كبتاون ليه؟
امال احنا في طرق عربيه بتتعمل ليه؟ امال احنا بنحاول بقدر المستطاع نقف وقفه في كل قضايا القاره الافريقيه ليه؟ طيب النهارده في فرص. طيب حلو قوي. هنا هروح على يمكن جزء صغير من مناقشة كانت قامت ما بيننا في أروقة القناة، كان بعد فقرة من الفقرات اللي حضرتك كنت ضيف مكرم عندنا فيها، وهي أنه أي مستثمر في الدنيا دايما خواف، فبيبحث عن استثمار آمن. أنا النهاردة عشان أروح أستثمر في أفريقيا فهسأل على أول معاملات الأمان، هنا بقى بسأل عليها دكتور يسري، فكرة مظلة مصرفية آمنة أقدر أطلع خطابات الاعتماد بتاعتي، أقدر منها عن طريقها أحول فلوسي في أمان تحت مظلة قانونية ومحوكمة بشكل إيه متكامل. أستاذ يوسف عندنا أربع محاور في النقطة دي معايا؟ معاك. المحور الأول نشوف هو العالم كله بيستثمر في أفريقيا وبيتاجر مع أفريقيا بكام وبيخترع العجلة هناك إزاي. حلو. يبقى لازم نعرف أن الناس عندها بنوك ودول عندهم بنوك وبيشتغلوا وعندهم خطوط حماية. حلو. الحاجة الثانية أن لازم يكون في القاعدة اللي اتكلمنا فيها أن لازم نطلع بكيانات متكاملة. البنك المركزي المصري وهو عضو النهاردة مع كل البنوك المركزية ومشتركين في بنك التنمية الأفريقي والأفريكان بنك النهاردة بيشتغل على برنامج هيعمل تصدير واستيراد بالعملات المحلية من الدول الأفريقية نسرع في الإجراء. الأمر الثالث ثقافة المستثمر نفسه أو المصدر لازم يعمل عقوده تحت مظلة الدولة ولازم يبقى عارف كويس جدا أنه يعرف نفسه للسفير يطلع من خلال جمعيات يسأل على البنوك اللي هناك ويسأل على البنك اللي بيشتغل معها هنا. كل الأمور دي كلها يا أستاذ يوسف بنخش فيها كمصريين عشان احنا ما بنحاكمش العلاقه الاستثماريه بشكل امثل لان احنا ما زلنا ايضا نحتاج الى مزيدا من اللاعبين الدوليين في الاستثمار الدولي. وبالتالي برضو عايز اقول لك يا استاذ يوسف ان التجاره الدوليه النهارده اصبحت صناعه فيها منظومه متكامله مش مجرد ان انا اصدر بس. انا عايز اصدر واستورد من افريقيا لكن اصدر لهم بس القابليه هتكون اقل طبعا وهيكون ريزيستنت اعلى طبعا لان النهارده في ظل قيامه اقتصاد العالم الان والكوارث الاقتصاديه كل يبحث على ليلى كل يبحث على جذب استثمار لبلده. صحيح. فلا تصادر على حق الاخر لكن حاول ان تتعامل مع الاخر. عشان كده انا كنت بقول لازم تبقى المعادله دائما رابح علشان نقدر نخلق معادله متزنه ما بيننا وما بين اشقائنا في القاره الافريقيه. انا بشكرك جدا 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 يا دكتور، الى ان نلتقي لازم علشان نكمل مناقشه في هذا الموضوع. كل الشكر دكتور يسري الشرقاوي مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعيه رجال الاعمال المصريين الافارقه.